توقيت زمني يسجل في هذا الانطلاق والمسار. مشاهدي الكرام، نذهب مع البداية مع مقدمة الشوط مع المركز الأول من تأتي بمقدمة هذا الانطلاق، أربن صوغان، ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي مع المقدمة، ولكن التغيير يبدو من تحمل الرقم واحد وبالفعل على المدرج واحد هملولة، سالم بن سيف بالخصوان المنصوري مع مقدمة الشوط والمركز الأول. المركز الثاني بن صوغان، ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي، يا سلام. المركز الثالث الشاهنية، أحمد بن راشد بن حرمش المنصوري، انتقل مباشرة مع المركز الثالث ورا لمحة خادم بن عبد الله بن خادم القبيسي. مشاهدينا الكرام، من يتواجد مع المركز الرابع؟ وفي المركز الخامس مشاهدينا الكرام ظهور وتواجد هنا تدخل في هذه اللحظات من قبل مشاهدين الكرام اللي وصلت شعلة خليفة بن علي بن خليفة الرميثي، ولكن القدوم هنا مشاهدين الكرام، يا سلام، من تحمل الرقم 54 مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاق والمسار. تغير من مركز إلى مركز، تنتزع المركز الرابع في هذه اللحظات، يا سلام. هذا الأداء المميز، هذا العروض المميزة في هذا الشوط، دخول مشاهدينا الكرام من هملولة سلطان بن راشد بن قشيم الشامسي، وأيضا تدخل في هذه اللحظات من قبل مشاهدينا الكرام، يا سلام، أرى هملولة سعيد بن سهيل بالحطم العامري في هذا الانطلاق، قدوم على المركز الثامن. وصلت مشاهدينا الكرام سراب محمد بن مسلم بن قنزول العامري، اما المركز التاسع وصول مشاهدينا الكرام من قبل لمحه سهيل بن محمد بالحب العامري، عاشر المراكز تنضم في هذه اللحظات، يا سلام. هنا مشاهدينا الكرام من تاتي عانيه لمحمد بن سويد بن جشمان المنصوري، اعود مع البدايه، اعود مع مقدمه الشوط مع المركز الاول مع المسار الاول. نعود مع المقدمة هملولة مع مقدمة الشوط، سالم بن سيف بالخصوان المنصوري مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. المركز الثاني بن صوغان، تعود الملكية لظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي، ولكن الشاهنية أحمد بن راشد بن حرمش المنصوري من تغير الأمور وتنتزع المركز الثاني، يا سلام. قدوم إلى المركز الرابع في هذه اللحظات، وتسلل نعم وملحوظ وصول مشاهدينا الكرام، وأول إذاعة لها مشاهدينا الكرام بشاير علي بن مانع بن رحمة الشامسي، تنضم مع الكوكب الرباعية. المركز الخامس وصول مشاهدينا الكرام من قبل سرابة حمد بن جار الله بن علي البريدي، تنضم مع المركز الثالث وتواجد هنا من هملولة سعيد بن سهيل بالحطم العامري. الكل بدأ يتوجه، ولكن الصدارة مع هملولة، هملولة مع مقدمة الشوط لسالم بن سيف بالخصوان المنصوري مع البداية مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. المركز الثاني السراب حمد بن جار الله بن علي البريدي، الشاهنية تلعب في ثالث المراكز أحمد بن راشد بن حرمش المنصوري، والمركز الرابع وصول هملولة سعيد بن سهيل بالحطم العامري، ولكن القادم أحلى. تنضم مشاهدينا الكرام سرابة محمد بن مسلم بن قنزول العامري، تغير من مركز إلى مركز. المركز السادس تواجد مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات، يا سلام، هملولة سلطان بن راشد بن جيم الشامسي، ولكن يا سلام، أرى التدخلات، أرى الهجوم، أرى السرعة الهائلة من الجانب الآخر. وصول مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات، الكل بدأ ينطلق، وتواجد هنا من سرابة أحمد بن جار الله، ولكن مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاق نعود مع البداية، نعود مع الانطلاق، نعود مع المقدمة، نعود مع الصدارة، مقدمة الشوط سرابة أحمد بن جار الله بن علي بريدي. المركز الثاني شاهني أحمد بن راشد بن حرمش المنصوري. المركز الثالث هملولة سعيد بن سهيل بالحطم العامري. والمركز الرابع مشاهدين الكرام وصول في هذه اللحظات، يا سلام، من شعار البطين قادمة بكل قوة، وأيضا يا سلام الشاهنية سعيد بن محمد بن عليس العفاري، وما يبنالها طاري العفاري إلا في هذا الموقع. بانت المنصة للمشاركين، والبريدي مع البداية مع المقدمة مع المركز الأول، يا سلام. سرابة أعلنت مغادرة هذا الشوط، تبي الفوز، تبي الناموس، تبي النصر والانتصار، تهديه مالك احمد بن جار الله بن علي البريدي. مشكور يا البريدي على هذا الانعزال والانفراد عن بقيه المشاركين، واسعد الله صباحك يا مالك سرابه حمد بن جار الله بن علي البريدي. لحظات الوصول، وسلام يا قطر على هذا الاداء المميز والعروض الذي تقدم من سرابه. تهاني حمد بن جار الله بن علي البريدي المركز الثاني، الشاهني سعيد بن محمد بن حليس العفاري المركز الثالث، وصلت في ثالث مركز هملولة سعيد بن سهيل بالحطم العامري المركز الرابع،
العماله لسالم بن حمد البطين المري من المركز الخامس، وصلت في خامس المراكز وسيمة محمد بن مخيد بن محمد المنهالي. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام هو امامكم مشاهدينا الكرام في هذا الاداء المميز، 6 دقائق 11 ثانية وفاء وتماما، 6 دقائق 13 ثانية وفاء وتماما. تهانينا وناموس الملك سابع محمد بن جالله بن علي البريدي على هذا الفوز والناموس مناته ثانيا لهذا الانطلاقه الشهنيه، 6 دقائق 15 ثانية جزئين من الثانيه. تهانينا لمالك سعيد بن محمد بن حليس العفاري. اما المركز الثالث من انضمت مشاهدينا الكرام هملوله سعيد بن سهيل بالحطم العامري، 6 دقائق 15 ثانية 6 من الاجزاء. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.